صلاح الأبناء مطلب الأنبياء والمرسلين والمتقين، فما أجمل أن يكون في بيوتنا ابن نشأ على طاعة الله، حفظ القرآن وكان لبنة صالحة في المجتمع، فكيف ننشئ جيلا عرف الله وعرف حق وطنه؟ كونوا معنا مع شاب نشأ في طاعة الله في الحلقة القادمة من برنامج خير الكلام في الأوقات التالية.